أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة العاهل المفدى حفظه الله أن مملكة البحرين ماضية في إرساء قيم العدالة والمساواة من خلال تمكين ودعم المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار والحفاظ على مستويات تقدمها، مؤكدا جلالته أن المرأة البحرينية كانت ولا زالت على قدر الثقة والمسؤولية، وتشهد لها مواقفها وإنجازاتها التي أكدت تفوق المملكة في العديد من المجالات، مثمنا في هذا الصدد جهود صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز الوجه الحضاري للمرأة البحرينية من خلال المبادرات النوعية التي أطلقها المجلس على مدار 15 عاما. اعتبر جلالة الملك المفدى أن المتتبع لمسيرة المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في عام 2001 يلحظ العمل المؤسسي الدؤوب الذي انتهجه من خلال متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي كان لها بالغ الأثر في تعزيز دور المرأة وجعلها شريكا أساسيا في عملية البناء والتطوير وإشراكها في كافة ميادين العمل الرسمي والخاص، مما ساهم وبشكل واضح في إدماج احتياجاتها وضمان تكافؤ فرصها، منوها جلالته بتضافر جهود السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في دعم مسيرة المجلس الأعلى للمرأة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على دعم منظومة القوانين والتشريعات التي تصب في صالح المرأة البحرينية. جاء ذلك خلال استقبال جلالته بقصر الصخير صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وعضوات المجلس في دورته السادسة. وقد هنأ جلالته العضوات بتعيينهن وبمرور 15 عاما على تأسيس المجلس وتمنى لهن التوفيق والسداد. وشدد عاهل البلاد المفدى خلال اللقاء على ضرورة بيان وإيصال ما تتميز به المرأة البحرينية من خبرات مشهودة عبر تواجدها ومشاركتها في مختلف المحافل الدولية لتوضيح الوجه الحضاري لمملكة البحرين بمسيرتها الحافلة بالإنجازات النوعية، منوها أيده الله بالمسيرة المئوية للعديد من المجالات الحيوية بمملكة البحرين كالتعليم والصحة والقضاء والشرطة، والتي نجد بصمات المرأة البحرينية فيها حاضرة للعيان، وهو ما تترجمه نسب مشاركتها المتقدمة في كافة قطاعات العمل. وعلى وجه الخصوص حضورها العريق كمعلمة ومربية خاضت هذا المجال منذ عشرينيات القرن المنصرم، ليبلغ عمر مسيرتها التعليمية ما يقارب 100 عام، وهو أمر في حد ذاته يبعث على الفخر، ونحن نشهد اليوم نسبتها العالية في مجال التعليم العالي والبالغة أكثر من 60%. من جانبه أعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على دعمه اللامحدود وإيمانه بقدرات المرأة البحرينية ليكون الأساس القويم الذي تستند له في نيل حقوقها وتعزيز مكانتها لتعمل بجانب أخيها الرجل على رفعة شأن هذا الوطن من خلال المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتطوير، معتبرة سموها تبعية المجلس لجلالته مباشرة ومباركة جلالته للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية أكبر دليل على ما تعطى به هذه المؤسسة من مؤازرة حقيقية نشهد جميعا نتائجها وثمارها. وقدمت قرينة عاهل البلاد المفدى التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على ما حظي به من تكريم مؤخرا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، نظرا لتميز تجربة مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، منوهة في هذا الخصوص بما قامت به المملكة من جهود حثيثة عبر توفير الأرضية الخصبة والمناخ الملائم لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة والشباب. كما شكرت سموها جلالته على أمره السامي بتخصيص مجمع متكامل للمحاكم الأسرية بما يضمن للأسرة البحرينية خصوصيتها عند التقاضي، وبما يتيح لها الخدمات القانونية والإرشادية كاملة تحت سقف واحد. هذا وقدمت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة خلال اللقاء لجلالة الملك المفدى نسخة من كتاب مسيرة 15 عاما الذي يلخص مسيرة المجلس ويبرز أهم محطاته التي ساهمت في دعم وتمكين المرأة البحرينية، إلى جانب هدية تذكارية عبارة عن قصيدة شعرية بعنوان أفق العلا بقلم الشيخة
شيخة بنت حمد بن عبد الله الخليفة. مليك نحو هام المجد أسرى، حليف الفضل فالأفضال تترى، فعزمك نور فجر لاح بشرى، وعهدك قد سما عدلا ويسرى، وفضلك بعد فضل الله أسدى جميلا سابغا كرما ونصرا، وحققت الأماني زاهرات، وكرمت النساء فزدن قدرا، مددت لهن فكرا قد تسامى، فأضحى نوره فجرا أغرا، أقمت لهن صرحا مستنيرا، فجاد الطرح آمالا وأثرا، أنار الدرب أنوار توالت بسعي للأميرة در خيرا، وأشرقت المساعي مثمرات، وذللت الصعاب وكن كثرا، تبوأت النساء مقام فضل وتكريما وإنصافا وسترا، فحزن العدل في أستار حق، ونلن مكانة وشرفن دورا، فأرضك للعلا أفقا تجلى، وسعيك للذرى والخير أجرا، فأنت لها سماء قد أظلت سلاما للملا علما وفكرا، فما برح الجميل جميل شحم، ولا زالت صروح المجد زهرا، وما برحت يمينك في سخاء، ولا زال العطاء يمد بحرا، سلمت أيا مليك الخير فاسعد، بك البحرين ملء الفخر فخرا.